ورحمة الله وبركاته، معكم عزيز من لو سيت فيزيون تكنولوجي بان كوم. دائما من معرض اوتونوميك بوردو تنقدم لكم الجديد اللي جاء به هذا المعرض فيما يخص المكوفين وضعف البصر. انا الان في لو ستاند ديال اونديسكو، هذه الشركه اللي اخترعت واحد الاختراع رائع اللي هو نقدروا نسميوه اون كان كونيكتي، ولكن ماشي هي اون كان، هو واحد الجهاز هو شادو دابا في يدي سميتو شيربا. هذا الجهاز هو تقريبا بحال نديروا القبطه ديال لاكان غليظه. هذا الجهاز تنلصقوه في اي كان كما كان، عنده الطريقه باش يتلصق بسهوله، وفيه معاه واحد لغيات بلوتوث. هاد لغيات بلوتوث هي باش نسمعوا التعليمات اللي تعطينا هاد شيربا. هاد شيربا فيها واحد لي توش اللي باينين، خمسه ديال لي توش، فيها مجموعه ديال لي زوبسيون تلصقوها في اون كان، وتنبقى نلصقوا البلوتوث في ودنينا، وتقدر تعطينا مجموعه ديال المسائل. الاولى مثلا هي انه تقدر تعطينا حنا فين كاينين، وتعطينا شنو حدانا بالجي بي اس، تتعطينا كذلك هما هنا في فرنسا كونيكتي مع ترونسبور اون كومان ديالهم، يعني تعطي المواقيت ديال الطوبيسات ديال الترامواي، لي زاري ديال الترامواي اللي جايين قراب. كذلك تتعطيني في جي بي اس كيت جي بي اس، انا نقول لها مثلا بغيت نافيغاسيون تنبقى نخدمها، تنقول لها مثلا بغيت نمشي للاب ستور دو ابل ستور دو بوردو، اوتوماتيكمون تتقول لي راه عرفت هذه البلاصه، وتبقى تكيديني طق 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 طق، تتوصلني سميتو، تتوصلني للبلاصه اللي غادي لها انا. زعما كاين، وكما قالوا لي الاخوان القائمين على هذا الجهاز، الناس ديال اونديسكو قالوا لي بالله هذا لوتي هو تي ديفلوبا، يعني سان سوفتوير تيبقى يديفلوبا، وين فوا كل مره تيزيدوا فيه شي حاجه. شفت معاهم امكانيه ديال انهم يقدروا يكوميرسياليزيو هذا لو برودوي في المغرب. صاحب الشركه قال لي بالله جا جربوا في المغرب، بالنسبه للجي بي اس اسماء الزناقي وداك الشيء لقاه بالله خدام 100%. بقى انه غير كونتاكتي شركه مثلا ديال الترامواي بحال اللي دار في فرنسا هنا، باش تعطي واحد الفيشي تي انجيكتيه وتخدموا عليه في الجهاز ديالهم شيربا، وتتبقى تعطيه لي زاري دو بوس، كيفاش يجي الترامواي، كيفاش غيمشي، شنو هما المحطات اللي جايين. زعما مساله سهله في الديفلوبمون ديالها. حنا غادي نبقاو مع اون كونتاكت اترافيغ فيزيون تكنولوجي، نتمنوا انه هذا الجهاز في القريب ان شاء الله يكون متعدنا في المغرب، وممكن اي كفيف او ضعيف بصري يستعملوا باش يتنقل باش يعرف. المهم فيه بزاف لي زوبسيون اللي ما نقدرش نقولهم لي كاملين. مثلا فيتا انه تيخدم واحد لي باليز جي بي اس باش يقول لنا الضوء الاحمر واش شاعل ولا طافي، وداك لي باليز الا كان مركبها شي اوتيل ولا شي ماكازان غير تتوصل حدا تيقول لك راه المكازان فلان فلاني. هادشي قريبا غادي نولي نشوفه في المغرب، لان هاد لي باليز جي بي اس بداو يديفلوبو في المغرب، ومع هاد البرودوي بحال شيربا غيولي هاد لي باليز جي بي اس حنا كمكوفين وضعاف البصر ممكن ان نستعملوهم. قبل ما تزن حدا شي مكان يقول لنا شنو هو هذا المكان، ونقدروا نمشيو الاماكن بكل استقلاليه. نتمنى ان هذا الشرح يكون ما طولش عليكم بزاف، ويكون هذا الشرح مبسط وفهمتوه. والى اللقاء في بودكاست قريب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.